اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. موضوع اليوم متعلق بالنساء المغربيات، وخرجنا للشارع باش نسولوا بعض الرجال شنو الحاجه اللي ما كتعجبكمش في العيالات ديال المغرب. شاهدوا جميع اجاباتهم ورده الفعل ديالهم، نرجع نكملوا معاكم. ما كيعجبنيش في العيالات المغربيين اللي كيمشيو للشعوذه، هما كاع اللي كانوا مشعوذين، ما كنحملش المشعوذات. هاد الشعوذه كتاثر نفسيا على الدماغ، يقدر الانسان كاع يكون مشعوذ، يقدر يلقى شي جريمه بلا ما يشعر. الصراحه المغربيات فهمتي كاينين الحرارات البير، ولكن واحد النسبه خارج الطريق مشي ليه فهمتي، ما تعجبونيش بحال هكا، حيت كاين الله والموش فهمتي اختي. الصراحه الواقع ماشي بغيتي شي واحد واقع شي يقدر يقتل بنادم فهمتيني، خسر بزاف د الحوايج. بحال دابا بحال هنا عين الدياب، عين الدياب بزاف، جي في الليل وتشوفي بزاف د الحوايج غيبقى فيك الحال انت اصلا. نورمالمون ما تكونش وحده عنيده، ما تكونش وحده قاصحه، ما تكونش وحده كتفكر في راسها وتكون انانيه، خاص تكون وحده ديما كتبغي، كيف كتبغي راسها كتبغي الناس. كلشي كيعجبني في مرتي، وكلشي كيعجبني في امي، وكلشي كيعجبني في بنتي. اللباس مابقاوش كيلبسوا اللباس اللي كيسترا، هادشي اللي ما كيعجبنيش في المراه المغربيه. في هذا الوقت، كلشي عندهم زوين وكلهم زوينين. ما نقدرش نقول لك شي حاجه خايبه فيهم، لان هذا الوقت هذه تبارك الله عليهم الله يحفظهم، زعما ما عندي ما نقول برافو. المراه اليوم كتسوق، المراه في الطياره اليوم طبيبه، المراه هي كل شيء، هي الحياه. اسمحي لي انا بالنسبه لي كنعرفها المراه ديالي، كنعرفها مزيانه معقوله سيتو. كذوب بزاف، هادشي اللي ما كيعجبنيش فيها. تكون رغم ما تكون مزيانه ضحكه، المهم تكون قلب على قلب، ما تكونش فيها الضغول والتحرميات وهذاك الشيء، بس المجتمع ان شاء الله يكون هي هذه. ولكن هذا الوقت الانسان طابو حجر، كاين اللي بنادم مزيان كاين اللي خايب. نورمالمون كاين المراه كتكون مزيانه والراجل كيكون خايب، مثلا كيكون الراجل مزيان ومراه خايبه، هذه هي الحياه، ولكن الحمد لله هذه هي الامان ان شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام هنا وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم نسولوا الناس. موضوع اليوم كان متعلق بالنساء المغربيات، واللي سولنا فيهم بعض الرجال المغاربة شنو الحاجة اللي ما كتعجبكمش في العيالات ديال المغرب. الآراء ديالهم كانت مختلفة، بحيث كاين اللي قال الكذوب، كاين اللي قال الشعوذة إلى غير ذلك. إلى هنا كتنتهي حلقتنا، غادي نودكم حتى نتلاقاو إن شاء الله في حلقة مقبلة مع موضوع آخر. تبقوا على خير.